بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فكرة العلاج بالقرآن. كثير من المشعوذين الذين يدعون القدرة على الشفاء ويستخدمون آيات القرآن لإقناع الناس بأنهم يعالجون بالقرآن، وفي ظل هذا الانتشار الرهيب لعمليات النصب والاحتيال لابد من وضع ضوابط للعلاج بالقرآن. ولكن المسألة نحتاج إلى أول وضع الأساس العلمي لهذا العلاج. ولنبدأ بأول سؤال، هل العلاج بالقرآن صحيح؟ طبعا الجواب، العلاج بالقرآن هو عمل صحيح 100%. قد ثبت لي يقينا أن القرآن يشفي من جميع الأمراض النفسية والجسدية والمس والعقد والوسواس والحسد والسحر وغير ذلك من الأمراض. إن شاء الله راح نتطرق فيها في مواضيع ثانية. إذن لنبدأ معا بوضع الأساس العلمي لهذا النوع من أنواع العلاج الأكثر قوة وفعالية وسهولة، عسى أن تنفع الأطباء في العلاج. إن شاء الله راح أنزل سلسلة كاملة من العلاج بالقرآن وحقائق طبية جديدة